للوقوف أكثر على استمرار الدول فرض العقوبات على ميليشيا حزب الله في لبنان وتداعيات ذلك على الميليشيا، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي الشندب. أهلا بك سيد علي. يعني بعد أمريكا دخلت أستراليا على الخط وفرضت عقوبات على ميليشيا حزب الله في لبنان، بداية ما أهمية أن تفرض أستراليا عقوبات على ميليشيا حزب الله؟ تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا أخي الكريم. أهلا بك. بدون شك هذه أهمية كبرى من حيث تضييق الخناق في الغرب على حزب الله، خاصة في دولة أستراليا التي يوجد فيها جالية لبنانية ضخمة جدا. نعم. منذ أكثر من 200 عام هذه الجالية ترتبط معها في القارة الأسترالية، وأيضا هناك جالية عربية فضلا عن جاليات من دول إسلامية أخرى. ولطالما كنا نرى في أستراليا مظاهرات كانت تقوم تأييدا لحزب الله عندما كان يقاوم إسرائيل قبل أن يلتفت إلى الدواخل العربية من سوريا إلى سد مأرب. لكن المسألة الآن تغيرت واختلفت وباتت تقر سبحة الدول دولة دولة، ولضم حزب الله بكله وكله مع الأسف الشديد منظمات إرهابية. الخطير في القرار والمهم في القرار اللي أعلنته وزيرة الداخلية الإسرائيلية أنهم يتلمسون مخاطر كبيرة قد تتعرض لها الرالية في الداخل، ما يعني بأنهم قد وضعوا يدهم على بعض طيب سيد علي، يعني نعم، طيب إلى أي مدى يعني مثلا ترى أن فرض أستراليا عقوبات على ميليشيا حزب الله هو نتاج حلف أوكوس الأمني بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا؟ بدون شك هو يعني إلا كنتاج لهالحلف. لماذا؟ إذا ما أخذنا العراق نجد بأن غزو العراق واحتلاله تم من خلال الثنائي الأمريكي البريطاني، ولكن أستراليا كانت ظهيرهم الثالث. هي تأخذ دور حدائق خلفية وبمشهد البروفايل الحضور الخفيف، لكن في كل العمليات أو الغزوات أو الفوز في الخارج كان لأستراليا دور نشط وفعال حتى في التحالف الدولي ضد داعش. لكن فيما يتعلق الآن في هذه العملية، وكأن إدراج حزب الله من قبل أستراليا كمنظمة إرهابية يأتي إكمالا لصفقة الغواصات التي انتزعت من فرنسا وسلمت إلى الولايات المتحدة، وذلك على خلفية احتضان فرنسا تحديدا لتعاملها معه بشكل نعرف جيدا في لبنان، وأيضا لإيران، وذلك بهدف الحصول فقط وفقط لا غير على عقود من كما حصل العراق، وكما هي إيران موعودة من إيران، فرنسا موعودة من إيران وحزب الله بالنفط المأمول والغاز المأمول استخراجه من جنوب لبنان بعد الشروع عملية الترسيم مع العدو. طيب على المدى الأوسع، يعني إلى أي مدى ترى أن تلك العقوبات سيكون لها مردود على النظام في إيران، لا سيما وأن ميليشيا حزب الله هي أحد الأذرع القوية للنظام في المنطقة؟ بدون شك العقوبات في سلاح أثر وفعال بدون شك، لكن ثمة شعور عند بين قوسين شرائح سنية وأنا يقول هذا الشعور بأن الولايات المتحدة والغرب يفرضون علينا الحروب والدمار ويفرضون على غيرنا عقوبات وبدون حروب وبدون دمار، وبالتالي ما إن استلم بايدن السلطة فكان من أوائل القرارات التي صدرها رفع الحوثيين في اليمن مثلا عن لوائح الإرهاب، وبالتالي
برأي شرائح كبيرة، عم بحكي على المستوى الشعبي، دعني من المستوى الرسمي بعجالة لو سمحت، أن العقوبات هي تبرير شكلي للتخاصم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وزروعها في المنطقة بشكل. من طرابلس كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لك.